إخواني أخواتي، السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى على قناتكم البيتكوين التاريجة. كما كتلاحظوا معنا الآن ديلي فريم على البيتكوين. كما كتلاحظوا فنحن لازلنا في مسار تنازلي. إلى مشينا الفريم ديال الساعة، آخر تحديث على البيتكوين البارحة قلنا بأننا نقدر نزلو المناطق ديال 18500 ولا 18600، ولكن بعدها سوف يكون عندنا واحد البونس وارتفاع، وهذا الكلام قلنا البارح موجود في الفيديو ديال البارح. الا بغيتي تتاكدوا منه مشي ضربوا عليه واحد الاطلاله ان شاء الله. حنا الان الجمعه، يعني ما بقاش كتفرقنا ساعات كثيره على اغلاق الاسواق الامريكيه. الا مشينا ضربنا واحد الاطلاله على الناسداك، كما كتلاحظوا يعني تقريبا في من جويه حتى الاوت كان عندنا تقريبا واحد المسار تصاعدي، ومن بعد تقريبا من نصف فوت وحنا في مسار تنازلي. يعني كما كتلاحظوا كان كيكون عندنا واحد الصعود ومن بعد واحد الصريف، وهذا كيبين لنا باننا مازالين في البير ماركت. ولكن كما كنقولوا دائما، الا كان واحد الاستقرار هذا كيعطينا ديما الفرصه باننا نتداولوا على العملات البديله. نمشيو نشوفوا ايضا الناسداك بالنسبه للساعه. كما كتلاحظوا اخواني اخواتي، هذه قبل 3 ايام كان كيكون عندنا دائما الصعود، وفي العشيه كان تصريف صعود وتصريف صعود، ولكن الان كتلاحظوا يعني كاين واحد ما كاينش هذه السلبيه اللي شفناها في الثلاث ايام الاخيره. باش نشوفوا ايضا الذهب، كما كتلاحظوا معنا فالذهب ايضا اليوم خدا ايضا تقريبا خدا حقه. كما كتلاحظوا يعني كان عندنا واحد الشمعه ايجابيه على الديلي فريم. اخواني اخواتي كما كتلاحظوا ايضا الدولار فهو مازال في تصاعد، ولكن اخواني اخواتي كما كتلاحظوا اليوم فيعني الدولار فهو الحمد لله في استقرار، وهذا ربما يعطي واحد الفرصه للاسواق التقليديه بانها تعوض بعض الخسائر. ولهذا اخواني اخواتي الفكره اللي بغيت نشاركها معكم بانني اشتريت بعد شويه ديال سولانا، ايضا الافالانش والبيتكوين كاش. انا تيبان لي بانهم يقدروا يديروا تصحيح، ويمكن لهم يديروا واحد الارباح جيده، واحد النسبه جيده في عطله نهايه الاسبوع. والعمله اللي كنت تكلمت لكم عليها البالم سواب، يمكن لكم تشريوها يعني هنايا في البانك سواب، تشري البي ان بي، ويمكن لك دير سواب تشري البي ان بي صيفطو لميتا ماسك، ومن بعد دير سواب مع البام سواب، سهلة. إخواني أخواتي هذا فقط الرأي ديالي اللي بغيت نشاركه معكم. شكرا للمشاهدة، وإلى الفيديو القادم إن شاء الله. مع السلامة.